السلام عليكم. اليوم حيكون الفيديو مختلف، حيكون زي الدي اي واي، وحيكون مرة مفيد لحقون المدارس او الجامعة او المشاريع. في الفيديو ده حنطبع شعار لمؤسسة على تيشيرت في البيت بجودة عالية وطريقة سهلة ومرة موفرة. سو يلا نبدأ. سو البلازل اللي أخذتها من سنتر بوينت في اللون الوردي الفاتح، طبعا بكم عشاني في الجامعة، ومرة حلوة، أهم شيء قطنية وناعمة. وبالنسبة للأوراق أخذتها من جرير، وقتها كانت في 4 أنواع تبع روكو، مرة كويسة قد جربتها قبل. ومن الماركة الثانية في 3 أشكال، واحد للتيشيرتات الفاتحة، واحد للتيشيرتات الغامقة، وواحد أعتقد لما تيجي تطبعوا عليه يطلع شفاف، ما أدري. سو أنا أخذت اللي في النص، أبو تيشيرتات فاتحة، وكل الأسعار حتلاقوها تحت في صندوق الوصف. بعدين حنتجه لللاب، نفتح برنامج الوورد، نحط الشعار، أهم شيء يكون في صيغة PNG أو صورة، ونظبطه ونطبعه في اللون أسود وأبيض. ليش؟ عشان ناخذ القياسات ونشوف إذا كويس المقاس أو لا. طيب بعد ما خلصنا نرجع اللون العادي، وبعدين دي أهم خطوة، إنكم تقلبوه عكس زي كأنه الصورة بتواجه مرايا، ودحين تشوفوا ليش. طب حنحط الورق كيف؟ الكلام اللي بالأزرق حنحطه على فوق ونحطه جوة الطابعة. ياي انطبع. وبعدين هنا اتملعنت الطابعة وخرجت لي هي نص زي كده، فنوي نهدر الورقة وطبعت بطاطس. يلا نقص. طبعا مستحيل نحط الورقة زي ما هي الاي فور كده كبرى، لانه حيصير شكلها زي كده. لا لا لا. وبعد ما جهز عندنا كل شيء، باقي آخر خطوة اللي هي الكوي، وننقل الشعار من الورقة للتيشيرت. مكان ما أمرنا نقلب الشعار ونخلي الكلام اللي بالأزرق على فوق. وبعده حنحط درجة المكوى للمتوسطة أو حرارة متوسطة، ونبدأ نكوي ونضغط على المكوى عشان ينطبع، وحنكوي تقريبا حق 5 لـ6 دقائق. وإذا شفنا حواف الشعر زي كده نادرة، معناته كده مرة كويس. ليش؟ هنا طالع في الكاميرا. يلا خلاص، وخر 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 وخر. ونستناه يبرد تقريبا حق 5 دقائق، ونشيل الورقة بشويش. صار بلوزة؟ صار بارد؟ طيب نسوي الثاني؟ ايش ده؟ وبس والله أنا عملت حق 6 تيشيرتات، أخذ مني وقت وجهد، بس الحمد لله مبسوطة باللي طلع معايا. ولو عندكم مشاريع الله يوفقكم، وتفضلوا خذوا استفيدوا من فكرتي، ولا تنسوا تحطوا الفيديو في المفضلة عشان تستفيدوا منه في أي وقت. وشكرا للمشاهدة، وسيو. هلو يو لايك حبك. هاي جايز، اليوم حنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة في الميكروويف في 1:50 بالضبط. هي تقريبا نفس اللي سويتها اول. اللي
exactly where it leads.